يسعد اوقاتكم. اليوم رح نعمل عنا تمارين خاصه في عضلات الرجلين. كثير ناس بنسوا عضلات الرجلين وبنسوا اهميتهم، وكثير بنشوف ناس عندهم في ضعف كبير في هاي المنطقه، وهذا الخلل دائما بنشوفه لما نبلش عنا يزيد العمر، لما نبلش عنا نصير نطلع درج نمشي بزياده بنحس قديش ضعف الاجرين عماله بزيد عنا، سوء في الصحه اللي موجوده عنا وسوء في شكل الجسم اللي احنا فيه. نركز دائما على تمارين الرجلين نعملهم بالطريقه الصح، نركز دائما على اهميتهم، قديش انه احنا بنعمل اي تمرين بيكون في دائما تركيز على الرجلين، يعني اذا انا بكون عمالي بمشي فانا بيكون عندي لازم يكون في عندي قوه في الرجلين، لازم انا بركض عمالي بركض ماراثون ولا عمالي بعمل ركض عادي او عمالي بس بهرول عمالي بحمي لاي تمرين ثاني، فدائما بصير في عندي الرجلين لازم يكون في عندي القوه الكافيه انها تقوم بهذا التمرين، حتى في انا اي تمرين بعمله مثلا لما حكينا على تمارين الاكتاف فانا بلاحظ لما انا باجي بعمل عندي تمرين اكتاف قديش بيكون الوزن اللي انا بستخدمه على ايدي على الاكتاف بيكون في قوه كمان بتيجي من منطقه الرجلين. ليش هيك؟ دائما بنحكي انه تركيز الرجلين لازم يكون بهي القوه على اساس انه دائما يكون عندي الشيب عماله بينعمل بالطريقه الصح. ما ننسى دائما قبل ما نبلش بهذا التمرين يكون في عندنا عمليه الاحماء، عمليه الاحماء من تمارين الكارديو. ممكن امشي، ممكن اركض، ممكن اعمل على البسكليت، ممكن اعمل على الافكس، ممكن اعمل اي شيء بيؤدي الى انه يزيد عندي نبض القلب ونحرك رجلينا بالطريقه الصحيحه. بدنا من الجميع ركزوا معنا وشوفوا عنا كيف نعمل هاي التمارين. رح نبلش عنا اول تمارين رح نستخدمها مع اوزان ممكن خفيفه، مع تمارين ممكن نستخدم فيها بدون اوزان، رح نركز نعمل عنا تمارين بدون مواكن. بدنا من الجميع يتابعنا ويركزوا معنا ويعملوا معنا التمارين بالطريقه الصح. اول تمرين رح نعمله عنا من تمارين الرجلين اللي دائما نركز عليه وهو جدا مهم وبعمل عندي شد كثير كبير في منطقه الرجلين اللي هو تمرين اللانجز. كيف نعمل هذا التمرين؟ بنركز عندنا دائما انه اكون انا دائما محمي جسمي ونبلش عندي بهذا التمرين. اول تمرين راح اعمله عندي راح تكون رجلي اليمين ممدوده لقدام بهي الوضعيه، راح يكون ظهري مسنود لورا وراح اكون عندي بنزل وبطلع بهي الوضعيه. بنبلش فيها شوي شوي، بنزل وبطلع بهي الوضعيه. اهم شيء دائما انه يكون عندي ظهري على استقامه واحده، ما يكون في عندي ميلان في الظهر، يعني راح يكون ظهري عماله بينزل وبطلع. طبعا في ناس بيكونوا لسه في البدايه ممكن اعمل هذا التمرين عندي بس نزله خفيفه، وممكن اعمل التمرين عندي نزله كامله، يعني انا بقدر اختار المستوى اللي انا بدي اياه حسب قديش انا عندي المرونه والليونه وقديش صار لي فتره عمالي بتمرن وقديش عندي فتره الرجلين. هلا كيف قديش بعمل هذا التمرين؟ بعمله عندي 12 مره. بنبلش بالتمرين، هي عندنا صرنا 4، بنبلش كمان 5، طبعا هذا كله عماله بنعمل على الرجل اليمين، هي 6، هي 7، هي 8، ضايل عندي كمان 4، ضايل عندي كمان 3، ضايل عندي كمان 2 مور، وضايل عندي اخر مره. هيك بنكون خلصنا اول جزء منه على الرجل اليمين. هلا نعمل نفس التمرين على الجهه اليسار، بنبلش فيه بنعد عندنا 12 مره. دائما بركز عندي انه دائما عندي نفس شغال، يعني انا بنزل باخذ نفس وبطلع بطلع النفس، هذا اهم شيء بالتمرين على اساس انه انا استفيد. عندي عمالي بنزل ظهري ستريت، ظهري ما بصير فيه ميلان، رجلي بتكون دائما على استقامه واحده، ما بصير فيها ميلان بزياده للرجل، يعني انا ما بصير اعمل بهاي الوضعيه، هاي الوضعيه غلط، الوضعيه الصح زي ما بعمل حماده. بنعد عندي كمان 5. طبعا ممكن استعين عندي بهذا التمرين باوزان، يعني انا ممكن استخدم امسك اوزان في ايدي واصير انزل واطلع فيهم حسب مستوى القوه اللي موجود عندي في الرجلين. ضايل عندي 2 مور وضايل عندي 1 مور. اوكي، هيك بنكون خلصنا اول تمرين. حلو جدا بعد اي تمرين للرجلين انه احرك عندي شوي رجلي على اساس اذا عندي لا سمح الله اي شد بالرجلين شوي شوي يخف، زي ما حكينا نقدر نختار المستوى اللي بدنا اياه، ممكن يكون ننزل على الاخر، ممكن ننزل بس نص نزله، وممكن استخدم عندي اوزان في ايدي انه انا دائما ازيد عندي مستوى القوه واللياقه في عضلات الرجلين. هيك بنكون خلصنا اول تمرين ممكن لاي شخص يعمله في البيت، ما بيلزمنا مواكن، ما بيلزمنا اي شيء، وبننتقل بعدها للتمرين الثاني. التمرين الثاني اللي رح نعمله برضه نفس التمرين اللي عملناه الاول، بس رح يكون في عندي ميكس فيه، رح نعمل عندي سوبر سيت. رح نعمل عندي شيء اسمه لايت هيفي. ايش لايت هيفي؟ يعني بنزل شوي بنزل شوي بعدين بنزل كامل. بنركز بالتمرين هذا نشوف كيف نعمله عندنا بالطريقه الصح، بدنا نركز دائما التكنيك، ظهري يكون صح والنفس صح، وما ننسى نكون محمين قبل ما نعمل هذا التمرين. بنبلش فيه حماده،
رجلي اليمين تكون ممدودة لقدام، كيف بعمل لايت؟ بنزل نص نزلة، بطلع كمان لايت، هلا هيفي بنزل نزلة كاملة، اوكي، بنبلش بالتمرين، نص، نص، وكامل، هي تو، بعمل هذا التمرين عندي 8 مرات، هي صرنا 3 مرات، ضايل عندي كمان 5، لايت، لايت، هيفي، اوكي، ضايل عندي كمان 4، دائما بركز عندي النفس، اخذه بالطريقة الصح، نكون دائما محمين جسمنا، وخلال التمرين هذا بنحس بكثير شد في منطقة الرجلين بهي المنطقة، فأي شد بنحسه بهذا التمرين ما نخاف، نعرف إنه إحنا عمالنا بنعمله بالطريقة الصح، ضل عندي كمان تنتين حمادة، أوكي، 1 2 3 ضل عندي آخر مرة، 1 2 3 أوكي، بنجهز حالنا نعمل رجل الشمال زي ما خلصنا اليمين، بس نكون دائما مركزين كمان مرة نأكد على الناس إنه أنا ما بنزل بهاي الوضعية، يعني ما بنزل بهالوضعية، هالوضعية جدا غلط، ما عمالي بستفيد بالطريقة الصح، دائما لازم أنزل زي ما شفنا حمادة هلا بعمل التمرين، ننزل بالطريقة الصح. بنبلش بالرجل الشمال كمان لايت لايت هيفي. أوكي، 2 3 هاي 1 1 2 3 هاي 2. دائما برضه بنركز على إنه نكون دائما لابسين لبس مريح عشان أنا أقدر أعمل الحركة بالطريقة الصح، ما أكون لابس إشي شادد، ما أكون لابس جينز، ما أكون لابس شيء رسمي، لا بالعكس ممكن البس عندي بنطلون مريح او البس عندي شورت يكون مريحني خلال هذا التمرين. ضل عندي كمان 4 مرات، 1 2 3 ضايل 3، ننزل نص نزله نص نزله وبعدين نزله كامله، ضايل عندي كمان تنتين، 1 2 3 ضايل عندي اخر واحده، 1 2 3. طبعا نفس ما عملنا على اول تمرين، لما باجي بخلص التمرين بحرك رجلينا شوي كمان مره على اساس اني اعمل عندي اي شد بيكون في منطقه الرجلين، بحس في دائما عندي بالشد. طيب في بهذا التمرين نفسه ممكن اعمله شويه تطور، حنحكي عليه برضه ان شاء الله لفتره ثانيه. ممكن انا بعمل هذا التمرين اكون نازل اعمله مع جنب. هذا التمرين ممكن يكون اوبشن عندي للناس اللي معنيين يرفعوا عندهم مستوى اللياقه والكارديو. بعد ما خلصنا التمرين الثاني بنجهز حالنا للتمرين الثالث. التمرين الثالث اللي رح نعمله لعضلات الرجلين اللي هو تمرين خاص في الأرداف. طبعا كل تمرين من اللي حكينا عليه بقدر اختار المستوى اللي بدي اياه، بقدر استخدم معه وزن، بقدر ما استخدم معه وزن. هذا التمرين نركز فيه كيف نعمل اللي هو تمرين السكوات. تمرين السكوات جدا مهم، اذا انا بدي اعمله وبدي استخدم فيه اوزان لازم اركز على التكنيك الصح، لانه لا سمح الله اذا بكون عمالي بعمله بتكنيك غلط وبكون حاطط اوزان ممكن اذي جسمي واذي الجزء السفلي من الظهر بطريقه كثير سيئه. فبدنا من جميع الناس انهم ما يركزوا على زياده الوزن قد ما يركزوا على التكنيك الصح لهذا التمرين تحديدا. كيف رح نعمل هذا التمرين عندنا؟ بنبلش نشوف كيف تمرين السكوات، رجلي بيكونوا مفتوحين على مستوى الكتف، بنبلش بالتمرين شوي شوي بننزل وبنطلع. ممكن انزل عندي نص نزله وممكن انزل عندي نزله كامله حسب انا قديش عندي مستوى النزله. المهم عندي دائما لما بنزل بحس انه في عندي نزله لورا، ما بيكون رجلي عمالهم بينزلوا لتحت، هاي الوضعيه جدا غلط. الوضعيه الصح ان انا انزل ظهري لورا. بعمل عندي هذا التمرين على 12 مره وعلى 4 جولات. بنركز على التمرين انه دائما يكون عندي النفس، رجلي من هون الركب بيكونوا ما بينزلوا على مستوى الاصابع، بيكونوا لا رجلي عمال ركبي مش عم بتجاوزوا مستوى الاصابع، ظهري عماله بنزل لورا وبحس الشد صار عندي في منطقه الاذاف. ممكن استخدم عندي في اوزان، ممكن استخدم معي دامبلز، ممكن استخدم معي بار. هذا التمرين بعمله على 12 عده وعلى 4 جولات. بنركز كيف رجلينا مفتوحين على مستوى الاكتاف، ضايل عندي كمان تنتين حماده وضايل عندي كمان عده، وهيك بنكون خلصنا هذا التمرين. وبرضه نفس الشيء بنفس الطريقه بنريح رجلينا على اساس اذا في عندنا اي ستيف يروح. اهم شيء بهذا التمرين دائما زي ما حكينا قديش مستوى النزله انا بقدر اختارها، اذا انا بدي استخدم عندي اوزان او ما استخدم اوزان، عندي الحريه حسب مستوى النشاط واللياقه والنفس اللي انا موجود فيه. وبنجهز حالنا للتمرين الرابع. التمرين الرابع اللي رح نحكي عنه اللي هو تمرين السكوات، بس رح نعمله عنه بطريقة مختلفة شوي، رح نركز على زاوية مختلفة شوي. كيف رح نعمل هذا التمرين عنه؟ بدل ما نكون فاتحين نحن رجلينا على مستوى الاكتاف، رجلينا رح نفتحهم بزيادة ورح نعملهم عنه على شكل 7. كيف بنعمل هذا التمرين؟
حكون دائما محمل جسمي طبعا ولابس ملابس مريحه ونركز على النفس زي ما بنحكي دائما، رجلي مفتوحين على شكل سبعه وبنزل شوي شوي سكوات لتحت، بنركز دائما ان ظهري يكون راجع لورا. كيف انا بعمل هذا التمرين؟ بهاي الوضعيه ظهري لورا وبكون عمالي بنزل، ما بكون عمالي بنزل بهاي الوضعيه، لا بكون عمالي برجع لورا. ممكن اختار انا انه انزل نص نزله وممكن اختار عندي انه انزل نزله كامله. هذا التمرين برضه نفس الشيء بنعمله عندي 12 تكرار وبنعمله عندنا على 4 جولات. بدنا من الكل يركز التكنيك الصح طبعا بنفس الطريقه، بقدر استخدم معي اوزان بقدر ما استخدم معي اوزان. نعمل كمان 5 على اساس يصير عندنا 12، كمان 4، كمان 3، بنركز دائما على النفس، كمان 2 اند لاست 1، ومنريح حالنا شوي، بنريح رجلينا برضو لأي مشاكل لا سمح الله ممكن تصير من ستيف من الشد العضلي، وخاصة للناس اللي بيستخدموا عندنا أوزان. كمان مرة زي ما حكينا بنركز، ممكن أنزل عندي نص نزلة ممكن أنزل نزلة كاملة، أهم شيء ظهري يكون ستريت على أساس أستفيد بالوضعية الصح. وين بنعمل هذا التمرين؟ لمنطقة الأرداف جدا مهمة في عضلات الرجلين، وبنجهز حالنا ننتقل للتمرين الخامس. التمرين اللي بعده رح نحكي فيه على تمرين اسمه السايد اكستنشن. السايد اكستنشن بركز عندي على مرونة العضلات اكثر من شد العضلات، وخاصة لما بعمله بدون وزن. كيف هذا التمرين بعمله؟ ممكن استعين عندي في عصاي، ممكن اركع على الحيط، ممكن ما استعين بشيء، بس احنا حطينا العصاي كفكرة انه احنا دائما بدنا نعمل هذا التمرين. كيف بنعمل فيه؟ بس نديدي من هون، رجلي بيكونوا مفتوحين شوي على مستوى الاكتاف، وببلش اعمل عندي السايد اكستنشن بالرجل اليمين. انا بمسك هون عندي بهاي الوضعيه، بنركز دائما كيف عندي الرجل اليمين ثابته على الارض والرجل الشمال عمالها بتتحرك. ممكن اختار المستوى اللي انا برفع فيه رجلي زي ما انا بدي، يعني ممكن انا بس اضلني لهون، ممكن ارفع اجري بزياده شوي، ممكن استعين بشيء ممكن ما استعين بشيء. هذا التمرين عندنا بنعمله 12 مره على الجهه اليسار، بيكون عندنا ضايل كمان 4، ضايل عندي كمان 3، ضايل عندي كمان 2، وضايل عندي كمان 1. اهم شيء بهذا التمرين دائما احس انه كل جسمي عماله بيجي على الجهه اليمين، الجهه الثانيه بس بتكون هي عم تتحرك بيكون ما عليها شد ابدا. بنجهز حالنا هلا للجهه اليمين نعملها، بنركز وزننا على الجهه اليسار، بنشوف كيف عندنا نسند حالنا بهاي الجهه، وبنبلش الاكستنشن برجلنا اليمين شوي شوي، بناخذ نفس، بنبلش عندي هاي 1 2 3، نعمل عندي 12 مرة 4 5، دائما عندي النفس شغال، دائما عندي الوضعية الصح 8، ضايل عندي كمان 4، ضايل عندي كمان 3، ضايل عندي كمان 2، ضايل عندي last 1. طيب هذا التمرين كيف بقدر انه عندي دائما ازيد المستوى اللياقة والنفس والشد اللي انا فيه؟ ممكن استخدم شيء عندي اسمه ريزيستنت باند اللي انا بستخدمها على رجلي وبشبك فيها رجلي، وبصير انا دائما بعطيني زي ريزيستنت على الرجلين. ممكن استخدم عندي الويتس اللي بتتلزق على الرجلين من هون، بقدر استخدم عندي فيها اوزان كثيره بتبلش من 2 كيلو بتوصل ل 10 كيلو بشبكها على الرجلين، فبصير في عندي شد بزياده على منطقه الرجلين. الاهم من هيك اللي احنا دائما نركز عليه المستوى اللي انا برفع رجلي، يعني انا ممكن ارفع بس لهون وممكن ارفع رجلي بزياده. هذا التركيز الرئيسي اللي بده يكون عندنا فيه، لانه احنا بدنا نركز على مرونه وليونه الرجلين زائد الشد. وبنجهز حالنا ننتقل للتمرين اللي بعده. اخر تمرين رح نعمله عندنا في عضلات الرجلين اللي هو تمرين لعضلات البطات. عضلات البطات جدا مهمه، كثير ناس بيهتموا فيها وبيعتبروها زي كانها عضله قلب ثانيه موجوده في الجسم، لانها عمالها بتضخ العضلات من اسفل الجسم لاعلى الجسم. القلب بضخ الدم عفوا في المنطقه العلويه من الجسم، عضلات البطات كثير ناس وكثير اطباء بيحكوا انها بتضخ الجسم في الجزء السفلي، بتضخ الدم في الجزء السفلي من الجسم. كيف بدي اعمل تمارين انها تشدها؟ كيف بدي اركز على الليونه تبعتها؟ بدنا نركز منيح بهاي التمارين. نبلش احمد اول تمرين، وهو التمرين اللي رح نعمله، رح يكون رجلي مفتوحين على مستوى الاكتاف، رح اركز دائما عندي انه يكون في رفع الجسم في المنطقه الاصابع. بحس دائما اي شخص هلا عماله بيعمل معنا هذا التمرين حيحس انه صار شد بهي المنطقه.
ممكن عندي دائما ازيد مستوى اللياقه اللي انا فيه انه اعمل عندي فريز بزياده، هذا الجزء الاول، الجزء الثاني ممكن استعين في اوزان، ازيد اوزان على جسمي وابلش اعمل هاي التمارين. قديش بنعمله؟ برضه بنعمله على 12 تكرار وعلى 4 جولات. كيف انا بقدر اختار الوزن اللي انا بدي اياه؟ حسب مستوى اللياقه وقوه الاجرين اللي موجوده عندي. اوكي، نعمل كمان 5، نعمل كمان 4، نعمل كمان 3، نعمل كمان 2، وبنعمل اخر مره، وهيك بنكون خلصنا اخر تمرين لعضلات الرجلين. وبنركز دائما انه نعمل التمارين بالطريقه الصح، النفس الصح، ونكون محمين صح ولابسين الملابس الرياضيه الملائمه لهذا التمرين. بتمنى الصحه والسلامه للجميع، ويعطيكم الف عافيه.